لك جوه. ايوه صح. ايه الكلام؟ بقول لك ايه، عايزك تروقني بس اليوم. انا جاي هنا حبيبي. يسلم عليك. بقول لك ايه صح؟ قول. شوفش المنسي؟ لا ما ظهرش النهارده خالص. يا عم خالص، انا هجمعه. يا منسي، عامل ايه يا زمالك؟ تمام يا نجم. بقول لك ايه، انا كنت نازل كده اجيب حته نضيفه، عامل حسابك؟ خلي بالك دلوقتي يعني المتاح قدام اللي هو البني، مفيش ابيض خالص. هتعامل كده، انا هتعامل واتصرف وهكلمك. انا هكلمك خالص يا منسي. ماشي يا كبير، مستنيك يا صاحبي. سلام. يا قلبي،
تعرف انا اقول الحته دي عاليه قوي. احلى مسا عليك يا مانس. انت مش شايف عمرو قد ما طول ازاي؟ انت مطول ولا ربنا يفاي. دول كام؟ دول خمسه يا هم. خمسه ماشي يا عم. والله يا بيوصل معايا يا عم. سمعنا حاجه بقى. المهم عايزين يتريقوا على الولد كده. ليالينا ليالينا قول وتاهت بينا ليالينا عيني. ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا نرسى نرسى على مينا مشينا وادينا من غير اهالينا ولا حد بيسأل فينا وهي الدنيا قدارة ياسمينة. ميدا ازاي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ادخل. فينك؟ في الدنيا. مش باين يعني. مشاكل بقى. بقول لك ايه؟ مفيش اي مسا معاكي؟ يعني انت جاي عشان كده؟ لا والله انا جاي عشان اشوفك يا رامي. واضح. ماشي يا عمر. الحبايه البيضاء؟ ايه رايك؟ ماشي. عامله ايه؟ تمام. ما بتجيش انت غير لما تكون عايز حاجه. كنت لسه هقول. قول. كنت عايز اطلب منك طلب. خير. كنت عايز مفتاح الشقه. ليه؟ مفيش البرد داخل علينا. انا جتتي باظت من الساعه. لا والله. اه انت طبعا عايزها علشان تجيب النسوان بتوعك واصحابك الصيعه وتعملها هنا مليطه، صح ولا ايه؟ مليطه؟ ايوه. انا برضه ابص لحد غيرك. هو انا عليا انا؟ ايه تبص لحد غيرك؟ انا مش بحب انا تعمل حركات الخرا اللي انت بتعملها هنا في البيت. انا عارفه ان انت هتعمله. والله ما هعمل حاجه، انا هاجي على النوم بس. والله اجي على بالليل كده انام لي ساعتين وانزل اروح الشغل. ما انت عارف الظروف. وعد؟ يعني مش هجيب حد؟ واحدة بقى خليك كده بقى. ماشي. اهم مفاتيحك. صباح الفل. الله 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 الله. بتخونيني ولا ايه؟ طب ايه، نخرج منها عادي ولا شايلها لحد؟ لا خد بس ما تحفش. ماشي. انا عايز اعرف ازاي تاخدها كده. مش كنت حطيت فيها حبه؟ انا هروق شويه وتطلع من جلدي يا سيسي. مش محتاجه. ايدك يا قمر. سيب انا اخد. اضبط لي انت بس. ايه امسك السيجاره في وشي يا اخي. ايوه افرد دراعك. يا قناص انا اللي هعلمك ولا ايه؟
السلام ماهوش ختام، السلام اول الكلام. ولا زميلي عايز حاجة؟ معاك كتر 50 ريال. نعم اخويا. اسف ضرينا. قول يا صاحبي. نعم اخويا. ايه اللي يا ابني؟ مش عارف اسمه ايه اخويا. وربنا ما هيحل منه ده دم. عجين. ليه ده الضحك؟ انت كمان. طب انت اتصام فين الايام اللي فاتت؟ مفيش والله، كان عندي شويه شغل كده. والله؟ اه والله. هنحور من اولها؟ ما تقومش غير لنا حاجه ما بترقصي عليها. اتلم يا ولد. دي ياسمين ممكن تيجي ولا؟ لا ياسمين بقت عند صاحبتها. بقت ايه؟ عند صاحبتها. طب ما بقت عامل زي الفل. لسه يا ولد. اتلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. الشقاوة والطعامة دخنا منك تعبنا ياما، يا معلم انت لو انت طيرت قلبي زي الحمامة. مهما الشتاك رقتك عملت في الجبال علامات، ضحكتك وغمستك وتعضمضم ابو عرفات. شارع ثلاثة نظرة بالإشارة تعرف نبض الحرارة، نظرة بالإشارة تعرف نبض الحرارة. بس كده هو جيب رجله لحد عندي وطلع لي تحت ولوحده. شو قلتلك؟ مصري الحي يتلقى، وانت عارف اللي بيدخل جيتنا يستحمل عطيتك. تحب بقى اعملها معاك انت والحته دي؟ قاسك مين يا حلال؟
في ايه يا بنتي؟ مالك يا بنتي؟ في ايه الغزالة عندك مش رايقة ليه النهاردة كده؟ شوف نفسك انت عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ لا والله استعبط. والله ما بستعبط مش فاهم حاجة والله. أنا مش قايلة لك ما تجيبش حد هنا في الشقة؟ قايلة لك ولا مش قايلة لك؟ أنا جبت مين في الشقة؟ شوف نفسك بقى، أنت بتجيب نسوان وأصحابك الصيع ومقضيها. مقضيها إزاي بقى إن شاء الله؟ أنت كل يوم أنت وأصحابك الصيع والنسوان بتجيبهم هنا في الشقة، صح ولا مش صح؟ نسوان مين اللي بجيبهم دي يا بنتي؟ أنت في حاجة في مخك ولا إيه؟ أنت بتستهبل ولا بتستعبط؟ لا مش أنا اللي بستهبل، شكلك أنت اللي بتستهبلي. ما أنت مدوراها كل يوم، أنت وصاحبتك. مدوراها؟ مدوراها، وكل يوم إيهاب هنا بيجي لصاحبتك. تعرفي؟ عليا الحرام من ديني لو واحدة غيرك أنا كنت دفنتها هنا، أنت فاهمة؟ اطلع بره مش عايزك تيجي هنا تاني. ماشي، عليا الحرام من ديني ما هعديها لك. ما حياة أمي ما هسيبك. اللي قولي صح وامشي. انا بقالي 3 سنين اعرفك، لا عمرك اتكلمت عن اهلك ولا قلت لنا انت ساكن فين. من ساعه ما وقعت عليك وانت بتتاجر في الصنف بس. انت ساكن فين صح وامشي؟ انا اي مكان رجلي بتكون فيه بيكون هو ده بيتي. انا مولود في الشارع، انت على الكباري وعلى الرصفان، حد ما وقعت على الدنيا شفت الناس مبسوطه عرفت ان انا لوحدي، ولي اهل ولي اصحاب. لفيت كتير وبهدلت كتير لحد ما وصلت للسكه دي، السكه اللي تخليك مش محتاج لحد. الناس هي بتحتاج لك عشان يتبسطوا وانت مش عارف تنبسط. اوعى تكون فاكر ان انا مبسوط باللي انا فيه ده. انا نفسي اعيش زي الناس، بلاقي اهل، بلاقي حد بيخاف عليا. عمر عبد القادر النجس ده ليه دولة؟ هو تفكر انت لوحدك لاهلك رميك؟ طب انت على الاقل ما شفتهمش ما تعرفهمش. انا بقى عشت معاك بس برضه ما عرفتهمش. عمري ما حسيت للحظه اللي هم اهلي، كانوا دايما بيعاملوا اخويا ايه احسن مني، لدرجه ما انا حسيت ان انا ابن حرام. سبت لهم الدنيا كلها ومشيت، سرقت واتبهدلت ونمت على الرصيف. الوحيد اللي دور عليا اخويا لغايه ما جابني. انا كنت بكرهه في الاول بس انا عشان ماليش اهل اخدت ايهاب ده اخويا وصاحبي واهلي. مش انت لوحدك انصر اللي عايز تعيش وسط اهلك، انا كمان انصر ماليش اهل. عشان كده بقيت في السكه دي. حبيب عمري وايامي وليالي، حنيني وشوقي صح الدمع في عيني. سهرت الليل باشوال انا والمي واورائي كتبت. اعز اغلى ما لي حبيبي.
بعد التحية بعد شوقي بعد حبي نور حياتي شمس عمري نهض قلبي بعدي شوي. طب تعيتي ليه؟ مش قادرة تسيري تشوفين انت حبيتي مرسي ما حبيتوش. مين اللي قالك كده؟ تعرفوه؟ لا انا بس بحاول انسى بيه بس مش قادرة يا بنت مش قادرة بنتك تنتين بنتين يعني انت شايفة ان كل اللي حواليا دولك بيحبوني من جواهم ده حتى المنسي اول واحد بتاع مصلحة كل واحد يجي علشان فلوسي ياخد برشامة ياخد شقتي يقعد فيها شوية. طب انت شايفة ايه يا رن؟ شايفة ايه؟ شايفة ان ده حب؟ ان انا حبيته ان انا حبيته اخد كل حاجة وماشي وسافر جايتولي انا منتهم منتهم من مين؟ انا منتهم من نفسي منتهم من نفسي يا رانيا منتهم من نفسي. خلاص كفايه خلاص كفايه. عندي الفلوس عندي العربيه وعندي الفيلا بس مش عندي السعاده مش عارفه ابقى سعيده يا رانيا مش عارفه ابقى مبسوطه. خلاص كفايه. لا مش كفاية لا مش كفاية. طب عشان خاطر كفاية لا يا رانيا مش كفاية كفاية انت ايه اللي انت بتعمليه كل ده بتتهمي خلاص هو راح هو خلاص راح. لا ما راحش من جوايا ما راحش. طب انت خلاص ضعتي عاوز ايه تاني؟ انت قلتي انا ضعت انا خلاص ضعت. طب وبعدين اخرتك اللي انت فيه ده عايزه توصلي نفسك فين؟ عايزة تروحي فين؟ بعد شرفي أراني أروح فين؟ شرفي أروح فين؟ طب ما تبتدي تاني تبتدي مع المنسى. قلت لك ده بتاع مصلحته ما حبنيش وأنا كمان ما حبيتوش أنا بس بقضيها كده يمكن أنسى. آخرتها إيه؟ السكة اللي أنت فيها دي مش عارفة يا رب مش عارفة مش عارفة. عشان انا قلت خلاص المنسى هينسيكي ناديني انت ولا نسيتي ولا اي حاجه خالص. خلاص ايد 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 يا ياسمين ايد كفايه يا ياسمين خير اللي انت عملتيه في نفسك ده. وبعدين انت وبعدين اللي انت فيه ده قومي يلا اغسلي وشك قومي اغسلي وشك خلينا ننزل قوم يا حبيبي تعرفي نازلة ما عارفة ان انت نازلة نازلة فين يعني؟ راح اجيب شوية حاجات. طب حاجة معاك؟ لا خليك انت عارفة ما انا مش هسيبك تنزلي كده وانت كده خلاص. انت مش لابسه؟ لابسه. طب يلا يلا بينا. فين الشنطة؟ انا نسيت المفاتيح. نسيت المفاتيح والنبي يا رانيا جيبيهم من جوه. طب ماشي. ايه ده؟ عايز ايه؟ عايز اي حاجه شدي بيها ظهري تعبان قوي. معيش شطبنا اي حاجه ياسمين معاك يا ياسمين. ما انا بقول لك ما معيش يا منسي شطبنا فعلا وما معيش اي حاجه. ما انا بقول لك عايز اي حاجه تعبان. في ايه انت اتهبلت؟ انا بقول لك ما معيش. دوري كده شوفي معاكي ايه ده انت بتمسك ايديا انت اتجننت ولا ايه؟ يلا يلا يا منسي يلا انت شكلك كده ايه عاملهم عليا وانا مش ناقصه بصراحه. ايه ده انت اتهبلت؟ انت بتفتح عليا انا الموت يا منسي وعورت بيها كمان. آه. آه.
كنت بجري عشان الحق. انت مالك يا ابني مبهدل ليه كده؟ يا عم مفيش، رايح مشوار وقعت في السكه. في حد عمال مفيش حد فوق. طب انا هطلع جاي. طب بقول لك ايه، انا رايح للقنصل بقى بس تعالى. ماشي. كلام ومالوش تذكيرة، أصل احنا زام كبيرة، علشان تدخل دايرتنا محتاج فيزا وتأشيرة، علشان تدخل دايرتنا محتاج فيزا وتأشيرة. من صغرنا مع بعضينا على المنطقة والرجولية، والخلية بتحكي علينا حكايات أصلا وهمية. يا بنحلق صوت الأرض، يا بنحلق تاني المية، يا بنحلق صوت الأرض، يا بنحلق تاني المية. ست الجنس الحينا وادخل عيب فينا، لو واخدين وضعنا، واللي هيفكر يعانينا هنجيبه تحت رجلنا، واللي هيفكر يعانينا هنجيبه تحت رجلنا. الابيض والشفاف اصحاب مش نلعب ولا نخاف، قبل ما تيجي تتحدرك سيب خبرك في الاسعاف، كمل في بحرك والدرك اتغطى وشد الحاف. القلب اتعرف وعد انحرف، الكلمه دي قولها بشرف، وناس عاوني ده كده بالاخلاق وعد دوسنا على طرف. احنا لا في الشر احنا مر وشكت وحمية، والكار درويش وما بنجليش من غير ما نبلع كيمياء. خبرها انت صاحبنا معاك على فين يا جدع؟ يا جدع انا شفت معاك الطب لازم نعمله للصبح دلوقتي. المنسي طب يا عم، المنسي لسه نازل مش جاي دلوقتي. يا عم يلا بينا. يلا دلعني. هو ده احلى مسا عليك. مسا. طب اقول لك حاجه، احنا نبتدي بالتقيل، سيب ده نحل بيه في الاخر. يلا بينا. وريني حقنتك. عندي حقنة. العدة كلها جاهزة. لمونة؟ لا ما عنديش لمون. عادي. خلي بالك القعده دي ناقصها المنسي. منسي ايه يا عم، انت هترازينا هيجي يعمل لك فيها الاخ الكبير بقى. برا عنك انت قاعد مع الكونسول يا عم. مش ناقصه عندنا كونسول، انت كده هتاخدها الاول قبل ما هو يجي. يا عم طب انجزنا. يا زمالة بقول لك ايه، الاستباحة اللي معايا دي ما ينفعش تعدي وانت ما تكونش موجود. انا عندي غياب. تعالى يا عم الحاج ماشي وهيجي بالليل، مفيش الا انا وهاب. ماشي سلام. يلا بينا قبل ما يجي. مالك افرت كده؟ لا لا ده يا عم مفيش حاجه. عنصر احنا مسح. لا يا عم افرت ليه؟
يا عم مفيش حاجة. قوم اشرب مية. طب يا جدع قوم يا جدع، قوم اشرب مية قبل ما المنس ما يجي وليك بالمنظر ده. يا عم مفيش حاجة انصر. قوم انت افوار تقوم. طب هتقول يمين؟ انا بحلف يمين.